بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحب بحضرتك في الحلقه الثانيه في دوره معرفه طريق الله سبحانه وتعالى. امبارح كان اول محاضره اتكلمنا عن موضوع مهم قوي، مين اللي فاكره؟ اتكلمنا عن امبارح. قول يا حبيبي. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك. والله سعيد ان طفل صغير سنه كام؟ سنه خمسه ابتدائي، بسم الله ما شاء الله. والله العظيم ان طفل خمسه ابتدائي عنده المعلومه دي، يعني دي حاجه روعه جدا. انت معرفه طريق الله سبحانه وتعالى تبدا بايه؟ قلت ايه يا قمر؟ اليقظه. وضربت امبارح مثلا اليقظه اهو، حطيت ده الايه؟ البدايه كده. وقلنا لو واحد نايم وفجاه صاحي من النوم. واغلب الناس كده اللي بتبدا بطريق الله سبحانه وتعالى بتبدا نايمه في الحياه. وفجاه صحي حاسس ان هو ايه؟ كان عايش عيشه غير عيشه الدين خالص او بعيد عن امر ربنا سبحانه وتعالى تماما، فجاه كده حاسس ان هو ممكن يمشي في الطريق. قلنا تاني خطوه معانا في اول محطه من محطات الطريق الله سبحانه وتعالى، قلنا الفرار والمسارعه. ربنا سبحانه وتعالى قال لكم مباركه في القران الكريم ايه؟ ففروا الى الله وسارعوا. بينما قال في الشغل واكل العيش والبيزنس، قال يا شيخ هيثم قال فامشوا في مناكبكم. يعني ايه؟ الف يعني الف الشغل فامشوا، لكن الف الايه؟ طريق الله سبحانه وتعالى في الدين ايه يا حاج؟ ففروا الى الله. لو كده اتكلمنا برضه عن اخر نقطه في النقط ثلاثه، وهي الجديه وحلو الهم. قلنا ايه؟ حطينا الرمز ده اللي هو الشنطه، ان كل واحد فينا لازم يحط الدين كاهتمام من اهتمامات حياته. وامبارح خدنا قرار كلنا الحمد لله، كلنا قررنا ان احنا ايه؟ اولا نمشي على الطريق، ثانيا نضع للدين وقت في حياتنا، ونضع الدين يعني ايه؟ نوسع له ايه؟ كرسي كده من الكراسي اللي احنا ايه؟ اللي احنا قاعدين عليه. افتكرنا كده افكركم بقصه ثانيه، القصه بتاعت الراجل اللي كان مسافر القطر. فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ نقولها ثاني. فاكرينها الحمد لله. النهارده بقى باذن الله تعالى هنتكلم في المحطه الثانيه عن ثلاث نقط في منتهى الاهميه. ايه الثمرات اللي هياخدها كل واحد يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني واحد مثلا دلوقتي زي ما قلنا امبارح، دلوقتي ما شاء الله شباب هنا في الحته اعتكفوا ال 10 ايام الاواخر من رمضان. فيجي واحد يقول لك ايه؟ انا باخد يوميا 100 جنيه كل يوم، يعني 10 ايام ب 1000 جنيه. اسيب ال 1000 جنيه دي في 10 ايام واجي اقعد مع العيال في الجامع؟ الشباب الصغيره دي اللي هي يعني خمسه ابتدائي وسته ابتدائي وثالثه اعدادي وما شاء الله ثالثه ثانوي، واسيب الشغل بتاعي والمبلغ الكبير دوت واجي اعتكف معاهم، يعني ايه اللي هم هياخدوه يعني؟ احسن من 1000 جنيه. يقول لك لا، ان شاء الله تعالى اللي هيمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ده اهو هياخد حاجات في منتهى الاهميه. ثلاث جوائز ربنا سبحانه وتعالى اعدهم لمين اللي يمشي في طريق ربنا. اول جائزه اسمها الايه؟ خد بالك، ركز معايا بس، والله العظيم اقسم بالله اللي زي ده الكلام ده في منتهى الاهميه، في غايه الاهميه. والله العظيم اقسم بالله الكلام ده هو اهم من رسائل دكتوراه ماجستير صرف عليها ملايين ومليارات ومركونه محطوطه كده في رفوف ملهاش اي قيمه. الكلام ده كلام عملي انت هتحس بيه اول ما الواحد يشوف طريق ربنا يحس بيه. يا جماعه بالبصيره. البصيره يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرزقه نور داخلي داخلي في قلبه يرى به الحق والباطل. تمام كده؟ دي اول نقطه. ثاني نقطه حاجه اسمها ايه؟ انشراح الصدر. يعني ايه انشراح الصدر؟ يعني زمان يعني. يعني اي واحد فينا مر بالمرحله دي؟ تيجي تقلب في الراديو او تقلب في قناه الدش، اول ما تلاقي القناه دي راح يقلب بسرعه. صح كده؟ ولا كله ما شاء الله مولود ده من اولياء الصالحين؟ اكيد كل اول ما تلاقي ماتش راح ايه؟ وقف بقى مبسوط ومنسجم وسعيد، وايه خلينا في الماتش ده ساعتين. خلاص الماتش راح يقلب تلاقي ايه؟ مسرحيه عادل امام او ايه؟ او حد كده، او برنامج التوك شو بتاع الواد اللي اسمه ايه ده اللي هو الراجل اسمه ايه ده اللي هو بينط من الفلاوة ده، ولا بينط ولا بيركب الطياره اصلا. خدت بالك؟ تمام؟ طيب انا ايه؟ مبسوط قوي بالحاجات دي، اول ما اجي ناحيه الايه؟ حاجه دينيه الاقي قناه دينيه او حاجه فيها قرآن الاقي نفسي ايه؟ اقلب إيه بسرعه. لكن فجاه بضرب نادر كده الاقي نفسي اول ما امشي في الطريق الاقي مصر الاقي ايه؟ لقيت صدري مفتوح ومنشرح ان انا عايز اسمع قران، نفسي اسمع قران. الحته دي ما كانتش موجوده قبل كده، خد بالك. ها؟ انا نفسي اسمع دروس، انا نفسي اروح اقابل واحد من المشايخ، انا نفسي اعتكف. بيحصل انشراح الصدر. اللي يبدا يقرر يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه هيحصل بقى فعلا لكل من يمشي في طريق الله سبحانه وتعالى، وهي السعاده والحياه الطيبه. هنتكلم بقى ان شاء الله في الثلاث دول النهارده كده. اول حاجه هنبدا بيها وهي مساله ايه؟ البصيره. اسمع بقى ربك سبحانه وتعالى في القران المبين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بص ربنا هيتكلم بقى عن النور ده في القران ازاي اهو، ويقول سبحانه وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. دي ايه القران بتتكلم عن ايه؟ النور. طب عايزين نقف شويه كده يا عم هيثم مع موضوع النور ده، صل على النبي. احنا عارفين طبعا ان النور صفه من صفات الله الذاتيه، درسنا الكلام ده في الايه؟ في ال 20 يوم الاولين في صفات الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ الله عز وجل اتكلم عن نفسه قال ايه؟ الله نور السماوات والارض. تمام؟ يعني ايه الله نور السماوات والارض؟ يعني منور السماوات والارض. تمام كده؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: واشرقت الارض بنور ربها. يوم القيامه صلى على النبي. هو يوم القيامه هيبقى فيه قمر وشمس؟ عايزين نركز كده. الشمس والقمر دول مخلوقين دلوقتي عندنا عشان خاطر ايه؟ الليل والنهار. صح كده يا عم سعيد؟ طب يوم القيامه بقى ربنا سبحانه وتعالى هيدمر الشمس والقمر. النور بقى اللي هينور يوم القيامه الموقف ده، نور مين؟ الله يفتح عليك يا عم محمد. فربنا يقول لك ايه؟ واشرقت الارض بنور مين؟ يبقى اذا نور ربنا سبحانه وتعالى الذات هو اللي هينور ايه؟ الموقف إيه؟ يوم القيامه. تمام كده؟ طيب احنا عايزين بقى نتكلم عن النور الداخلي ده. قبل ما نتكلم عن النور الداخلي نتكلم عن النور الفيزيقي ده، صلى على النبي. حصل خلاف ما بين علماء الفيزياء زمان في موضوع النور ده. النور اللي طالع من اللمبه دي يا جماعه موجه ها ولا زخات من الطاقه؟ صلى على النبي، صلى على النبي. مش عايزين نستعجل، انا معايا مسدس كنت جاي طالع حيث الطاقه جت بعت بزعه كده حلو كده. تمام، الطاقه اللي طلعت عباره عن ايه؟ جسم. انا عايز بس تركزوا معايا والله عشان بحبكم كلها. الطلقه اللي انا ضربت بيها هيثم دي عباره عن ايه يا شيخ علاء؟ جسم طلع من المسدس وصل لهيثم، صح كده؟ طيب وانا مثلا ايه؟ ده مثل اول اركنه على جنب كده، مثل ثاني انا وعم احمد هنلعب حبل سوا. حلو كده؟ عم احمد ده حبيب قلبي بحبه برضه في الله والله العظيم. ربنا يرضى عنه يا رب وربنا يجزيه خير يا رب. ماشي كده؟ تمام؟ عم احمد ايه؟ رحت انا مسكت الحبل، طرف الحبل من عندي، عم احمد مسك طرف الحبل، وقعدنا نعمل كده. ايه اللي يحصل في الحبل يا جماعه؟ يحصل ايه؟ لا نعمل تجربه عمليه؟ لا يلا امسك الشعر. نعمل تجربه عمليه. بعد اذنك يا محمد. هتبوظ السماعه. لا هجيب غيرها. احنا عندنا شركه فيديو شاب كلها هنا قاعده. صلوا على النبي. احنا عايزين نشتغل بقى ايه صح؟ عايزين نعمل ايه؟ نتعلم الدين صح. صلي بقى، انا عايزك تبص كويس قوي. قوم اقف قدام الاشعه. وارجع لورا شويه كده. حلو كده؟ تعمل معايا بقى كده. انت شايف ايه؟ طيب احنا لما بنعمل انا والشيخ احمد كده بالراحه ايه اللي بيحصل؟ الموجه بتبقى واسعه، صح كده؟ لا ركز معايا عشان انت لو فهمت الحته دي تبقى جميله قوي. طيب شد يا شيخ احمد جامد. لا طول السلك شويه وعايزين نعمل بسرعه بقى انا وانت. حلو كده؟ يلا. ايه اللي حصل؟ شفت ايه؟ ها؟ حد يقول ايه ده وجعتني؟ اقول لك انت شفت ايه؟ صلى على النبي. احنا لما حركنا السلك بسرعه كان في موجه واسعه. كان في موجه ايه؟ صلى على النبي. ولما حركنا السلك قصدي ببطء، انا اسف، لما حركنا السلك ببطء كان في موجه ايه؟ واسعة. لكن لما حركنا بسرعه ايه اللي حصل؟ موجه ايه؟ الواد ده عاجبني، الواد الخمسه اسمك ايه يا واد؟ ما شاء الله يا مازن، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه لما حركنا ايدينا بسرعه ايه اللي حصل يا جماعه؟ صح كده؟ الموجه بقت ضيقه. اذا في موجات قصيره وموجات ايه؟ طويله، صح كده؟ طب نرجع تاني للرصاصه اللي انا ضربتها لهيثم. الضوء اللي طالع من اللمبه دي زخات من الطاقة زي حبات المطر أو طلقات الرصاص ولا موجات؟ لا فكر شوية. هي أصلا مش فهلوة. أصل ده نيوتن اتخانق مع واحد تاني ها؟ في الموضوع ده. وقعدوا سنين بتاع 200 سنة كده لحد ما اكتشفوا الإيه؟ الصح فين؟ أنت هتبقى قاعد في الجامع ما يقول لك ده كذا؟ ما إحنا أجدع شعب فهلوي في العالم الشعب المصري.
ها؟ انت هندسه صح؟ حاسبات؟ فوتونات من الطب، ماشي. ايه يا شيخ الرحمن؟ اشوف اتنين في الجامعه، واحد سعيد واحد بيقول لك ايه؟ فوتونز حلو كده، وخد من الطاقه، واحد تاني بيقول لك موجات. شفت بقى، هو ده بقى العلم. لا نرجع تاني، صلوا على النبي بقى. العلماء اختلفوا فعلا في الضوء. الضوء اللي طالع ده من الشمس واللي طالع من اللمبات ده هو عباره عن زخات من الطاقه ولا فوتونات؟ زمان قالوا فوتونات وزخات من الطاقه زي المطر. عباره عن حاجات صغنططه قوي 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 قوي. اجسام صغيره قوي كده هي اللي بتحمل الضوء ده، زي وصل كده هنا، وبعدين الضوء ده بيجي من ايه؟ من اللمبه كده. لحد ما جه في العصر الحديث اكتشف حاجه. الضوء موجه. الضوء ايه؟ موجه. صح كده؟ والضوء ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الموجه دي، الموجه دي لو حصل بقت طويله او قصيره، عينيك اللي ربنا خلقها ليك دي ممكن تشوف او ما تشوفش الايه؟ الموجه دي. واحد يقول لك يعني ايه موجه؟ الموجه هي المسافه ما بين ارتفاعين. شفت السلك اللي انا عملته ده؟ في ارتفاع عشان محمد، في ارتفاع تاني. لما يقيس الارتفاعين دول يبقى طويله. طب لو ارتفاعين قريبين من بعض الموجه ايه؟ قصيره. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق انواع كثيره قوي من الاشعه. في اشعه اكس، اشعه تحت الحمراء، وفي اشعه كل اللي فوق البنفسجيه، اشعات كثيره قوي، صح كده؟ فربك سبحانه وتعالى خلق عينيك دي يقوم تشوف الضوء ده. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الضوء ده نعمه من ربنا. حلو كده؟ طيب لما ربنا بقى بيتكلم عن نور، او ان كان ميتا فاحناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور ده لمبه فلورسنت ولا لمبه ليد ولا لمبه موفره؟ لمبه باينه بس. لما الشيخ علاء كده هو ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وقرر ان هو يفتح كده ويبقى شيخ ومولانا ويجي ياسر في الجامع ويمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. حلو كده؟ ربنا قذف في قلبه نور. النور ده كان جه من الكشاف ولا جه من اللمبه دي ولا جه من ايه؟ يبقى اذا النور ده نور ايه؟ نور الهي لا يعلم كيفيته ابدا اي حد من علماء الفيزياء ولا الضوء اللي على السماء. طيب سؤال، يعني ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيدي نور، نور. في حد يسال نفسه يقول لك ايه؟ اسمع الحديث ده. عن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه فالقى عليهم من نوره، فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل. قبل ما الدنيا دي تتنشا ربنا سبحانه وتعالى كده القى من نوره على الايه؟ على عباده. فاللي اصاب النور ده ربنا هدى الايمان، واللي اخطاه النور والعياذ بالله ايه؟ طب الناس قالوا ربنا سبحانه وتعالى رجعنا من اللي اصابهم نور باذن الله. طيب حصل موقف قام النبي صلى الله عليه وسلم عجيب قوي. اثنين من الصحابه رضي الله عنهم طلعوا من عند النبي، نعم، واخدين نور الايمان يا عم احمد في قلبهم، وماشيين مروحين في البيت، للبيت بتاعهم، والدنيا ضلمه والدنيا ايه؟ فالحديث بيقول لك ايه بقى؟ اسمع الحديث ده، حديث جميل قوي والله، والله لما بقراه بتاثر قوي. يقول عن قتادة قال: حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحدا حتى أتى أهله. الصحابة دول يا جماعة لما راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا سرهم وكلام الإيمان وكلام الدين، إيه اللي حصل؟ ربنا كمان مش بس ادالهم نور في قلبهم، لا ده ركب لهم كلوبات وكشافات، ها؟ يمشوا يدورون في الضلمة من باب الكرامه لاولياء الايه؟ لاولياء الصالحين. اذا يا جماعه موضوع النور ده موضوع مهم قوي. طيب انا دلوقتي بمجرد ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر الايمان، اول ما تقرر انك تبدا تلتزم تمشي في طريق ربنا، على طول ربنا راح جاي منور اللمبه اللي فاتت. على طول تبدا تشوف الحق حق، تشوف الايه؟ الباطل باطل. كنت زمان انت ايه؟ عايش في الدنيا كده عمال تخبط، مش فارقه معاك اي حاجه، لكن اول ما ربنا يهديك مش هيحصلك مسلم. لا خد بالك، السجاير دي حرام، انا مش بشرب سجاير. خد بالك الايه؟ المخدرات دي حرام، انا مش بشرب مخدرات. خد بالك الايه؟ الواحد يبص لواحده عريانه او واحده محرمه عليه حرام، يبقى انا خلاص ايه؟ هقفل، مش هبص لواحده ايه؟ يعني ايه مش اجنبيه عن. اذا يا جماعه اذا النور ده اول ما يخش القلب يحصل اول ثمره من ثمرات معرفه الله والسير في طريق الله سبحانه وتعالى. قال يا حبيبي بقى، ها؟ ايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه يديك النور ده. عايزين نقرا بقى كلام ابن القيم. يقول لك كده، يقول ابن القيم:
والسائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق. انت واخد بالك؟ اللي بيمشي الطريق ربنا يا جماعة الطريق صعب، الطريق ضلمة، حلو كده؟ لازم يكون معاك نور زي نور العربية عشان تمشي في الطريق. انت عارف انت ايه؟ مرة انا كنت جاي يا حبيبي سعيد من البلد كده وعلى طريق ايه؟ مصر اسكندرية الزراعي ده. فالطريق ضلمة بالليل. ها؟ واللي معاه كشاف هو اللي شايف. واللي ما معاش يشوف واحد عربية منورة كده يمشي وراها. ولقيناك يا عم الحاج عربية لابسة في شجرة قدام. ما هو مش ماشية من غير كهرباء. ماشية من غير ايه؟ نور. ماشية من غير نور، فعمل عارف راح فين؟ هو فاكر نفسه ماشي من الطريق لقى نفسه فين؟ شجرة. لا بص لدع في حتة دي شجرة تخن كده. عارف حاجة سيارة العربية عملت ازاي؟ يعني جزء من العربية راح كده وجزء من العربية الشجرة ضخمة كبيرة على الشجرة القديم ده. خدت بالك؟ انا عايز اقول لك لو انت ماشي في الحياه دي بدون نور ربنا سبحانه وتعالى هتعمل ايه؟ هتلبس، يعني هتلبس، اقسم لك بالله هتلبس، والله العظيم بص هتلبس، يعني هتلبس. وهتلبس فين؟ مش هتلبس في شقه. اسمع كلام بعض السلف الجليل. يقول لي ابن عباس: ان للحسنه نورا. ان للحسنه ايه؟ اسمع عشان والله العظيم انا عايز اقول للشباب الناس اهل المنطقه هنا واهل الحته، تعالوا يا جماعه اتفرجوا على الشباب المعتكفين دول ليله ان شاء الله تعالى 29 رمضان كده وهم طالعين من الاعتكاف، شوف وشه عامل ازاي. اهو ابن عباس يقول: ان للحسنه نورا في القلب وضياء في الوجه وقوه في البدن وزياده في الرزق. انا امبارح كنت بتكلم عن ايه؟ ان طريق ربنا كله فلوس. واللي مش مصدقني والله العظيم انا ممكن اقعد اضرب لك امثله من الصبح لاشهر رجال اعمال مش في مصر، في العالم كله. اغنى ناس في العالم متدينين. والله العظيم. يعني بص اهو الكلام جاي من 1400 سنه مش دلوقتي. يقول ابن عباس: ان للحسنه نورا في القلب وضياء في الوجه وقوه في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. طب بالله عليك حد يكذب الكلام ده؟ والله فعلا. أو بقول لك أنت عباس إيه؟ إن الحسنة النور في القلب، فعلا أول ما تبدأ تقرب ربنا تلاقي قلبك منور كده. وإيه تاني؟ وضياء في الوجه. لا الراجل يا أخي اللي راجع من صلاة الفجر ولا راجع من قيام الليل ولا الاعتكاف وشه منور، اللي راجع من بار والخمارة والله العظيم اتفرج على وشه عامل إزاي؟ والله اقسم لك بالله بص والعياذ بالله عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ شوف والعياذ بالله واحد طالع كده يعني بالمعصيه عامل ازاي؟ يقول: وان الحسد نور في القلب وضياء في الوجه وقوه في البدن. انا عايز اهدي كل مدخن والله العظيم. كل واحد بيدخن ايديه. انا عندي وصفه تعلمتها من الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى في اسكندريه. ها؟ ازاي لو انت اكبر مدخن في العالم تبطل السجاير في اسبوع؟ واللي ناوي ان شاء الله عشان من باب الستر كده بس عشان لو حد بيدخن مش عايزين يعني نكشف ولا اقول حاجه، اللي عايز ان شاء الله يجي يقعد معايا على جنب كده ونتكلم وهديك الوصف بالظبط. ليه بقى؟ لو انت بتدخن سجاير في حوالي 50% فاقد في الطاقه بتاعتك. فاقد، ليه بقى؟ اول ما تصحى من النوم بلغ تقعد تكف وتلاقي نفسك هبطان مالكش نفس الاكل معاك كده، وبعدين عمال تشرب قهوه وتوتر، وبعدين لما تدخن سجاير كتير قوي يجي لك خرم في معدتك بسبب ايه؟ ان يحصل قرحه، لان السجاير يا جماعه بتؤهل الجسم ل 21 نوع من انواع السرطان. فتبدا تخرم، اول حاجه تخرم المعده، هتخرم حاجات ثانيه برضه، تخرم الرئه وتخرم الشرايين وحاجات كتير قوي، تمام؟ بس اقرب حاجه المعده. وبعد ما تاخد المعده دي لو اتخرمت انت هتدوق المر، عارف ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم عامل مادة كوية حمض هيدروليك. أول ما الأكل ينزل المعدة يحط عليه مية نار، ربنا يحط عليه مية نار. ليه؟ عشان يفك. مين اللي شاف مية النار وهي بتشتغل؟ ها؟ والعياذ بالله. بص المية النار دي لو جبت شوية حمض كده حطيتها تطلع كده وتدوب وتعمل تآكل كده للمعادن وحاجات زي كده. تمام؟ انت بقى لو انت المعده بتاعتك فيها حمض، بس حمض ايه؟ اورجانيك، مش كيميكال زي اللي بره اللي بتاع في اللي بتاع المواد، لا اورجانيك يعني ايه؟ عضوي.
العضو ده بيعمل ايه؟ برضو كاوي. اول ما يحصل اللي ربنا بقى من رحمته بيك، انت جوه بطنك ميه نار، ما بتتسعبش ليه؟ شوف ربنا رحيم ازاي. انت غشاء المعده مبطن حبايبي، غشاء المعده ايه؟ رحيم ولا مش رحيم؟ ان عشان انت هتطيع ربنا وهتصلي وهتثبت ما يخليكش تتقلب، لكن اول ما تحصل يبقى الاوبشن ده مش لازمك، لو خلاص هاتوها. ايه اللي يحصل؟ تتنك تتعذب وتتالم بسبب ان جدار المعده تاكل، وتضطر تاخد دواء جلس بوزنتك، والعياذ بالله امر من مر. طب وليه الشيء ده؟ لا انت بقى بص اهو، بص على التعباس بيقول لك ايه؟ ونورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن. أول ما الواحد يا جماعة يمشي في طريق ربنا يلاقي عنده طاقة باور، يلاقي عنده صحة، خدت بالك؟ تمام؟ ابدأ الصحة دي ما تخش في الطاعة. أهو يقول وزيادة في الرزق. أقسم لك بالله، أقسم لك بالله، دي قصة واحد حكاها لي، واحد من صاحب أكبر مطاعم هنا في مصر، سلسلة محلات، صديق يعني، حكى لي قد إيه؟ قال لي كان في واد شغال عندنا طيار. مين اللي عارف الطيارة؟ مين عارفين الطيارة دلوقتي؟ أحلى شغلانة في الدنيا دلوقتي، اتفضل يا حبيبي. تعالى جنبي هنا يا حبيبي، أنت حبيبي أنت يا ناس العليا الحلوة دي. الراجل اللي كان شغال طيار، سلسلة المحلات، محلات كبيرة ما شاء الله ومطاعم، تمام؟ صاحب السلسلة دي بيحكي لي بيقول إيه؟ كان في ولد، الولد ده كان شغال اللي هو إيه؟ واقف بودي جارد على بورد. العزم اللي بتشوف انت ايه؟ تشوفهم عارفينهم، تلاقي في بار وحاطين فيه تلقيحه قدام البار كده. ها؟ عارف انت طبعا فالتلقيحه ده ايه؟ كان بياخد كام يا حاج؟ 2000 جنيه في الشهر، الكلام ده زمان مش دلوقتي. الحكايه دي من زمان بقى لي 10 15 سنه. فالمهم يقول لي ايه؟ كان بياخد 2000 جنيه في الشهر. هو واقف اللي هو الايه؟ بحيث اول ما واحد يخش يسكر ما يدفعش فلوس يديله بوكسين يهببه على طول بالايه؟ بمعلوم. تمام تمام. جه صاحبنا ربنا هداه وشرح صدره وتاب الى الله، عرف ان الخمر حرام، يعني انا واقف بودي جارد واتعامل مع الكوره بتاعته وعامل اسمها ايه، بدا فلوس حرام، طب اعمل ايه؟ ساب شغلانه 2000 جنيه وراح يشتغل في المطعم ده ب 200 جنيه. الراجل اللي هو البودي جارد ده بيحكي لصاحب ده بيقول له ايه؟ بيقول له تخيل يا حاج ان انا كنت باخد 2000 جنيه واجي اخر الشهر استلف، ودلوقتي باخد منك 200 جنيه بس حلال، الحمد لله بيكفوني اخر الشهر وبزيدوا كمان. الكلام ده ما بقاش 15 سنه مش دلوقتي، بس انا عايز ادبرك مثلا ليه؟ البركه في الرزق. اللي يمشي كده في طريق ربنا والله العظيم هيلاقي اهو، اهو ابن حبيبك يا سيدنا عبد الله بن مسعود، وزياده في الرزق ومحبه في قلوب الخلق. لما تيجي تقعد كده مع عم محمد كامل، مين ما بيحب العم؟ ما بيحبش عم محمد كامل؟ عم محمد كامل لازم تحب عم محمد. ليه بقى؟ يا عم محمد لما يدي الاداء ويقوم بالمجهود الجميل اللي قام في خلال الشهرين اللي فاتوا دول في المسجد عشان الناس تصلي وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ما تحبوش؟ ناس تحبه، حتى لو انت متخانق معاه وتكرهه هتحبه. ليه بقى؟ بسبب الطاعه. الطاعه يا جماعه بتخلي الناس تحب الايه؟ الناس الطائعين، مولانا، شيخنا، سيدنا، خدت بالك كده؟ تمام اهو، بص الكلام، الناس بتوع زمان كانوا عاقله قوي. يقول ايه؟ يقول ومحبه في قلوب الخلق وان للسيئه، اسمع بقى المصيبه السوداء بقى، وان للسيئه سوادا في الوجه. اللي بيعمل معصيه، اللي بيزني، اللي بيشرب خمره، اللي بيسرق، اللي بيكذب وبيبان على وشه على طول اهو. وان للمعصيه وان للسيئه سوادا في الوجه وظلمه في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. والعياذ بالله البغضة دي بقى، عمرك شفت واحد عاصي كده والعياذ بالله كده الناس بتحبه؟ على طول من قلب للقلب رسول، أول ناس تشوفه والعياذ بالله كده. خدت بالك؟ أهو اسمع بقى كلام بعض السلف يقول إيه؟ وقال كعب: المؤمن مدخله من نور ومخرجه من نور وقوله نور وعمله نور. يقول وقال خالد بن معدان: ما من آدمي إلا وله أربعة أعين. أنت ربنا سبحانه وتعالى بيديك كم عين؟ اثنين. خالد بن معدان بيقول حاجة غريبة أوي، بيقول لك أنت عندك مش عينين، أنت عندك أربعة. الله، أنت دول فرع أحمد أو حبيب له اسمع. يقول خالد بن معدان: ما من آدمي إلا وله أربعة أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينه اللتين في قلبه. خدت بالك بقى من النور اللي كان بيتكلم عنه الصبح؟
ومش في ناس مفتحة ما شاء الله والنظرة ستة على ستة، ولكن عمي عمي في الدين ربنا طمس على بصره. ها تيجي تقول الربا حرام، ولا في عبد فاهم حرام ايه؟ تعالش تعالش تخليك انت تقول له مثلا ايه يا عم الحاج ده انت ما تعرفش ان الامور حرام؟ يقول لك يا عم انت بس شعب، انتوا شعب غريب قوي، بص شعب ولا شعب؟ ما عليك. يقول وقال يقول ومن ادمين الا وله اربع اعين، عينان في راسه يبصر بهما امر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما امر الاخره، فاذا اراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فابصر بهما ما وعد بالغيب، فامن بالغيب فامن الغيب بالغيب، واذا اراد الله بالعبد خلاف ذلك ترك القلب على ما هو عليه فتراه ينظر فلا ينتفع. يا جماعه انا عايز اقول حاجه، اوعى تكون من اللي ربنا طمس بصيرته، اوعى احذر الموضوع ده والله العظيم. ناس كتير جدا على فكره، انا مره قابلت واحد قلت له ماشي، انا مره قابلت صديقي، فصديقي ده قابل صديقه واحد صاحبه يعني، فقال له صديقه ده نازل من مستشفى عيون، فقال له الف سلامه يا حبيبي انت كنت رايح فين؟ قال له اتصور ده لسه عامل عمليه عين، قال له الف سلامه ما اعرفش والله، قال له اتصور دفعت 4000 جنيه عشان مش عارف حته بتاعها قد كده في العين بتاعتي. 4000 جنيه؟ الكلام ده برضه من فتره، حلو كده؟ طيب احنا عشان عينينا بندفع كام؟ الافات الافات الجنيهات، عشان الواحد يقول لك ايه اصل انا عينيه مزغلله، انا عندي استجماتيزم، انا عايز اعمل ليزك، انا عايز اعمل مش عارف نضاره، بنصرف فلوس كتير قوي مليارات البيزنس اللي هو بتاع مستشفيات العيون ده. طب عايز اقول لك صرفت كام على البصيره اللي في قلبك؟ ولا تعرف؟ ها؟ لا انا عايز اعمل العين اللي في القلب دي هي اللي اصرف عليها، وشوف اشوفها شغاله ولا لا. تمام، لما واحد عينه تتفخت كده يقعد بقى يولول، اه يا عيني. طب انت دلوقتي صدع ده، واحد مثل ضرب مثل جميل قوي، قال لك تعرف ازاي البصيره بتاعتك مطفيه والعين اللي جوه دي مش شغاله؟ قال لك حاجه بسيطه جدا نقدر من خلالها نعرف موضوع البصيره. قال لك ايه؟ قال لك لما تلاقي نفسك تعمل زي صاحبنا كده اللي كان واقف في عماره وبيرمي ايه الاساس بتاع بيته. قال لك يعني صدع ده، بقول لك في واحد فتح البلكونه وراح جايب التلفزيون ورمى التلفزيون، الناس ايه مجنون ده ولا ايه؟ قفل صح كده التلفزيون ده مربع 5000 جنيه ال سي دي صح كده؟ طب بعد شويه راح جاي داخل جايب ايه الانتريه، رامي الانتريه، الراجل ده ايه في مخه حاجه؟ الانتريه ثمن ولا 6 7000 جنيه دلوقتي تمام؟ طيب بعد شويه راح جاي داخل جايب الثلاجه، رامي الثلاجه، خدت بالك؟ فالناس تقول على الراجل ده يا عم احمد قفل ومجنون صح كده؟ طيب صلى على النبي. نفس الراجل ده لو ادينا ده الظهر ما نزلش يصلي، وبعدين العصر ما نزلش يصلي، وبعدين المغرب ما نزلش يصلي، انه الاقيم في حياته هو كانسان؟ التلاجه والغساله والانتريه ولا الصلاه دي؟ الغساله. يبقى الراجل ده اهبل ومجنون ولا لا؟ عشان كده يا جماعه لو واحد لقى نفسه بتمر عليه اعمال الدين وقلبه ما بيتاثرش ولا بيحزن ولا بيزعل ولا بيتضايق، تعرف ان ربنا طمس على قلبه. صلى على النبي. صلى على النبي. فيه ناس والله العظيم اقسم بالله، ناس كنت انا قاعد معاهم يوم وقفه عرفه، واحد ولد عيط قدامي، ولد من قدامي كده من العياط هنا في مصر، عشان ما معاش التاشيره ولا عارف يروح في عرفه، وشاف الناس واقفين وعمال يعيط، راجل كبير في السن عنده فوق 50 سنه، وابنها عامل زي العيال الصغار زي الستات. فانا بقول لك يا حبيبي هو حب قبل كده على فكره، بس هو ايه؟ ما هو زعلان. ازاي الناس دي كلها تبقى في الطاعه وانا قاعد هنا؟ ازاي الناس يعني؟ عايز اقول لك على حاجه، ده واحد من الصحابه رضي الله عنهم في نفس الصلاه طلع في غزوه وهو قاعد في بيته وقاعد مع مراته، قال النبي قاعد في الغزوه وانا قاعد مع زوجات الاثنين، راح جاي طالع يجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فالنبي قال يكون ابا خيثمة، كان اول حديث كان او كما 65. الشاهد ايه؟ ان لو انت اتعدت منك طاعه وقلبك ما خسرش، لو انت وقعت في معصيه ما حسيتش ان انت عملت حاجه كبيره قوي، يعني عادي يعني كل الناس بتعمل كده، اعرف ان انت ربنا طمس على بصيرتك، ولازم واقفه. لازم واقفه مع النفس، والوقفه دي يا جماعه صلى على النبي. الوقفه دي عايزه واحد شيخ متخصص من علماء النفس الديني القلبي اللي هو يقدر يحركك انت كايه؟ كبني ادم من المعصيه للطاعه. ما هو اصل معلش يعني صلى على النبي، واحد انا مره جالي واحد بقول له اتكلم بصراحه يا جماعه بصراحه، اتكلم بصراحه،
مرة واحد قال لي بص يا شباب انا بزني. هو بقول لك انت بص بقى انا عرفت موضوع الزنا ده وعايز اشوف حل في نفسي بقى، عايز حل. قالوا كده وقرر ان هو كمان قرر يروح يتجوز. انت واخد بالك؟ فاهمني؟ مش عارف الايمان اتحرك في قلبه خلاص مش عايز اقف في المعصيه دي. انت واخد بالك؟ وخلاص اعمل ايه بقى؟ راح عشان ايه؟ يخش في موضوع التعدد وحاجات زي كده. فاذا يا جماعه فانا عايز اقول لحضرتك انت شايف نفسك واقف في معصيه وداخل على النار وما انتش عارف تعمل في نفسك ايه؟ لازم تفرمل. لازم تفرمل على طول. انا فرمل. انا اضرب لك مثلا بسيط قوي، صلى على النبي. الدين بتاعنا ده يا جماعه ينفع للمسلمين وغير المسلمين. واليابان ضربت مثلا من اعظم الامثله على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يقول ايه؟ في موضوع الربا وان تبتم فلكم ايه؟ يعني ايه الموضوع ده بقى يا شيخ مصطفى؟ وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يعني واحد انا اديتك قلت لك مثلا ايه؟ انت قلت لي ايه؟ خد سلفني 100,000 جنيه، قلت له خد اتفضل 100,000 جنيه، بس رجعوا لي 150,000 جنيه، حلو كده؟ جينا احنا في النص، انت ما عرفتش تسد، بصي بالشيكات هدخلك السد. طب بس انا في الاخر مش هعمل فلوس، بس هسجنك بقى ما هاذيك زي ما انت اذيتني. حلو كده؟ طيب في حل تاني جميل ربنا قال عليه، فان تبتم فلكم ايه؟ طب اديني فلوسي اللي انا اديتها لك 100,000 وصافي يا لبن، ايه رايك؟ مش ده حل منطقي؟ بلى هو خد مني 150,000 جنيه وما عرفش يسد ولا حتى 50 قرش. فاعمل ايه؟ هسجنه، لا مني خدت ال 100,000 اللي انا دفعتهم له ولا مني خدت ال 50,000 اللي ايه؟ المكسب اللي انا كنت هاخده من الربا ده. حلو كده؟ ايه اللي حصل في اليابان؟ عمل ايه بقى؟ المؤسسات الماليه في اليابان قررت ان هي تطبق قول الله سبحانه وتعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لما حصل تعثر للمستثمرين ورجال الاعمال اللي خدوا القروض قالوا ايه؟ طب معلش يا جماعه هتودنا راس المال بس. هم اليابانيين قروا القران يعملوا ولا قروا ولا يعرفوه. امال ايه اللي ايه اللي وصلوا له ده؟ وصلوا له بسبب ايه؟ الفطره يا جماعه. الفطره. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل حكم في القران او السنه لا يمكن يكون غلط، مناسب مناسب جدا لايه؟ لطبيعه الفطره البشريه، عشان كده ايه؟ هات من الاخر خش في طريق ربنا سبحانه وتعالى، لازم تطور في النقطه دي نقطه بصيره لان الكلام فيها كتير قوي. طيب هخش على موضوع ثانيه موضوع انشراح الصدر. الكلام ده بقى كلام في منتهى الجمال والعظمه، موضوع انشراح الصدر ده. ربنا يقول ايه؟ الم نشرح لك صدرك. والله عز وجل قال الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل يقول يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. اسمع 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 الكلام ده. يقول ابن القيم دخل الناس النار في ثلاثه ابواب، باب شبهه اورثت شكا في دين الله، وباب شهوه اورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب اورث العدوان على خلقه. الكلام برضه رافع عايزين نتكلم فيه شويه مع ابن القيم، بس في كلام برضه ابن القيم حلو. يقول احنا قلنا انشراح الصدر والطمانينه بمجرد صلى على النبي، احنا بنتكلم في الدوره دي عن الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وانا ماشي في طريق ربنا، قلنا اول ما تمشي ايه اللي هيحصل لك؟ هتشوف النور، النور هينور في قلبك، تاني حاجه هيحصل ايه؟ هيحصل نوع من الطمانينه، يعني ايه الطمانينه يا جماعه؟ الطمانينه يعني ايه يا حسام؟ صلى على النبي. اؤكد لك مش عايز احلف ان كل واحد بينام من غير ما يصلي العشاء نايم خايف. مين اللي قال مظبوط؟ حبيب قلبي؟ ايه؟ انت حسيت الاحساس ده قبل كده؟ كتير. لما انت تيجي تنام مين اللي بينام مستريح؟ مطمن؟ عايز اقول لك منظر جميل قوي بشوفه لما اكون فين؟ لما اكون في محطه القطر كده في رمسيس تلاقي ناس مسطحه في القطر. صح كده؟ واحد نايم ومشخر في القطر. مطمن قوي ليه كده؟ عنده طمانينه. صح كده؟ طب اقول لك يا جدعان، مره زرت واحد في بيته لقيته حاطط كميه كاميرات مراقبه يا عم احمد. كاميرا كده الايه؟ الجانب اللي هو اليمين، كاميرا على الجانب الايه؟ الشمال. انا استغربت ايه ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ ده احنا داخلين في البيت ماسك الكوريه ولا ايه؟ وبعدين لسه داخل بس تلاقي ايه؟ كلب هو كلب حراسه. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ مش كمان كاميرات المراقبه، لا في كلب حراسه كمان. وبعد شويه كده كلب المراقبه وكلب حراسه فجاه لقيت واحد ضارب بايه؟ بندقيه خرطوش. مين ده؟ البواب.
خفير كده يبقى جريك خفير وحرس امن واقف بقى ايه قدام ابو عشر طوش اللي هو تحت البوابه هتبص انت عارف خد بالك طيب انت ايه اللي انا ده كله على ايه يعني على ايه لا انا عايز اقول لك الطمانينه دي يا عم سعيد اقسم لك بالله بفلوس وده اللي هنتكلم عنه بقى في الايه في الحته اللي جايه دي روبن ويليامز اللي هي اخر ايه اخر نقطه اللي هي السعاده الحلوه طيب روبن ويليامز ده واحد من اشهر يعني ممثلي الكوميديا اللي هلك بالضحك معروف جدا روبن ويليامز ممثل مشهور في هوليوود وكده وله افلام عالميه مشهوره مليارات البيزنس بتاعه هو بياخد ملايين في الافلام ممثل عالمي بياخد اوسكار ومشهور وراجل وسيم ومتجوز ومعاه عنده عربيه وفيلا وساكن في بيفرلي هيلز اللي هي احلى حته في العالم عارف بيه واحد صاحبي صديقي راح سافر امريكا فبقول لي ايه عارف يا شباب كاليفورنيا دي بالنسبه لامريكا امريكا كلها فلاحين وكاليفورنيا دي زي ايه زي القاهره واسكندريه فواحد حته في كاليفورنيا ايه البيفرلي هيلز دي خدت بالك ورغم ذلك انتحر يعني معلش لو مؤاخذه يعني انت بتشوف العيال لما تشوف المنظر ده في نفس الاخبار تشوف العيال عماله تنط على المركب وتهرب وعمال يا نهار ابيض وعيال ياما عيال المصريين غرقوا وماتوا في البحر المتوسط عشان يروح بس البلد الاوروبيه ويعدوا ياخد مش عارف كذا يورو وهيشتغل ايه؟ انت فاكر هيشتغل ايه؟ هياكل ضرب هيروح ايه؟ هيروح يمسح حمامات ويرصد صحون ويشيل زباله نيله يا خبر ابيض انت فاكر ان هم فاكرين دحين بقى الهبل ده والله العظيم سيب ده احنا عايشين يا جماعه هنا وضعنا في سعاده سيب لك بالله عايشين في سعاده بص انت فاكر ايه فالمهم روبن ويليامز ده رغم السعاده اللي هو بيصرفها من كل الفلوس العادي انتحر ليه؟ لان هو فاضي صلى على النبي انت كانسان مكون من حاجتين مكون من ايه؟ جسم وروح صح كده؟ طيب دلوقتي الحمد لله كنا صحرنا وكلنا كله شبعان الحمد لله دلوقتي شربنا الشاي وعملنا دماغ وظبطنا كده وكلنا حاجه حلوه وشربنا ميه ساقعه فمفيش حد خلاص جعان دلوقتي الحمد لله زي ما بنقدر عليه بقى كده لسه بعد المغرب بقى المغرب جوعي تمام كده؟ طيب انت كواحد مسلم بفضل الله مليت بطنك ومليت كمان ايه؟ قلبك قعدت تقرا القران تذكر الله سبحانه وتعالى تصلي الفجر ومع الشيخ مصطفى في صلاه القيام الليل امبارح وقعد من فجر الذكر اهو لحد الشروق حاجه جميله صح كده؟ فانت غذيت برضه الروح يبقى الجسم كله ايه؟ الروح كله طيب الراجل الكافر بقى لما يجي يغذي ايه؟ حاجه واحده بس الجسم بتاعه ويدي له كل الشهوات امبارح انا امبارح جبت قران مصر اليوم امبارح مصر اليوم لقيت انت عارف يعني قران كده ملوش يعني توجه اسلامي قوي بس ايه واحد خاطب مقال الراجل بيعبر عن اسلامه في المقال ده راجل صلى على النبي حبيبي ركزوا معايا راجل كاتب من كتاب في مصر اليوم بس فعلا النخوه والشهامه بتاعته اتحركت امبارح كتب مقال كاتب عمود كده بقول لك ايه يعني الناس الاوروبيين دول يعني عايزين يصلوا الى درجه من درجات الحيوانيه في موضوع الشهوه تصور عملوا ايه؟ عملوا يوم 8 يوليو اليوم العالمي للشذوذ. تخيل ما كنتش متصور ان هم وصلوا للدرجات دي يعني. ودلوقتي في مظاهرات بره ومؤتمرات في اليوم ده ان ايه؟ ان هم عايزين ايه؟ يعني بيتفاخروا وتباهوا وحاجات زي كده. فهو الراجل الكاتب ده كاتب مش اسلامي ولا حاجه ولا شيخ ولا حاجه، بس بقول لك ايه؟ الناس دي يعني وصلت ان هم عايزين متع في الدنيا ايه اكتر من اللي هم فيه اصلا. يعني هم عندهم متع وحريات واكل وشرب وفلوس عايز ايه اكتر من كده؟ عايز بقى والعياذ بالله اللي هو الايه؟ يجيب حتى الحاجه الايه؟ اللي هي الغريبه المختلفه عشان يحاول يمتع نفسه شويه، لكن تعال شوف سبحان الله. شوف سبحان الله ربك سبحانه وتعالى مدينه نيو اورليانز اللي هي اكبر مدينه اللي هي موطن الشذوذ في العالم ربك سبحانه وتعالى دكها دكا وقتل منها 10,000 واحد في مدينه نيو اورليانز اللي هو ليه؟ عشان اكبر مدينه في العالم يعني ايه؟ الشذوذ في امريكا. بإعصار كارينا، إعصار كارينا ده يدمر أجدحها بلد، يجيبها عليها وطين. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني حكيم. واللي عامله زمان مع الأخطبوط هيعمله برضه مع الأخطبوط بس إيه؟ بس بآلية مختلفة. خدت بالك؟ عشان كده الموضوع إيه؟ موضوع السعادة والحياة الطيبة. أقسم لك بالله، والله العظيم. أي واحد بيمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ها؟ حتى لو مسجون ما بين أربع حيطان. والله سعيد. مرة ركبت مع سواق تاكس
احكي لك قصه دي بس بعد ما يقرا كده ايتين كده. بص ربك اخر بيتكلم عن حياه طلبه في القران الكريم. الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. انا عايز بس الناس اللي ايه اللي حزينه وزعلانه عشان ما اشتراش عربيه الاكسب الجديده ولا جدد الشقه اللي هو ساكن فيها ولا مات من غير ما ياكل بتاع ده برجر وكافيار وفراخ بانيه ولا ما راحش ياكل في المطعم اللي مش عارف اسمه ايه. بص على الحاج عايز ربنا بيقول لك ايه؟ ايه الحاجه اللي تفرحك انت كمسلم؟ ها؟ يعني معلش صار على ده. الواحد وهو صغير كده كان اكتر حاجه تفرحه مثلا ان انا اشتري مثلا كوتش كده جميل. لبس العيد. عشان هو بتاع ملابس فايه؟ يعني مثلا هي اقول لك يعني الواحد بس كان يفرح كده مثلا يجيب كوتش يجيب بنطلون جديد مثلا يجيب حاجه كده يشتري ساعه جديده كده حاجه كده حلوه تفرح الواحد. ربنا بقى مع بفضل خاتم المسلم بيقول لك ايه؟ ايه الحاجه اللي فعلا تفرحك انت كمسلم؟ اهو ربنا بيقول ايه؟ بص صل على النبي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الايه دي معناها ايه؟ اسمع بقى التفسير بيقول لك ايه؟ قال ابو سعيد الخدري وابن عباس: فضل الله والقران. تعرف امبارح رحت جامع تاني كنت بدي في دوره العصر المغرب لقيت شباب معتكفين بيختموا مرتين في اليوم. احنا هنا طبعا فتوانا بقى فتوان ارض اللواء. امبارح بقى الشيخ مؤمن والناس بقى الجامده دي ورجالته يقول لك احنا عاملين 10 اجزاء في اليوم. عرفت لقيت عيال هناك بتختم 2 ختمه قران في اليوم وعاملين جهاز موبايل هناك. طبعا كل حسب اللي تجيب تروح هناك. لا احنا بكره عايزين يا شيخ مريض كده نجيب اندرويد نجيب داب بقى. اسمع بقى اسمع ابو سعيد الخدري وابن عباس بيقولوا ايه؟ استنى يا حبيبي صلوا على النبي. قل بفضل الله اللي هو القران. الحاجه اللي تفرحك ان انت تحفظ القران. ان انت تختم القران هو ده اللي يفرحك لان انت لما تسع 6-3 مليون حرف اضرب في 10 يعني اضرب خدمه القران دي فيها كم مليون حسن ولا 3-4 مليون حسن اهو. يقول ورحمته الاسلام ده في تفسير قرطبه وقال ابن كثير اي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا. انت عارف اكثر حاجه تفرحك في الدنيا ايه؟ ان ربنا يهديك وتبقى ملتزم بالدين. عشان كده سيدنا كعب بن مالك قال له الصحابه قال له ابشر بخير يوم يعني احلى يوم في حياتك يوم ايه؟ يوم التوبه بتاعتك. يا جماعه انا عايز اقول حاجه لو انت السلف قالوا ايه؟ قالوا من جمع القران في صدره يعني واحد حفظ القران ووجد ان هناك رجل اغنى منه فقد حقر نعمه الله عليه. لو انت كواحد ملتزم بالدين صلي الفجر مطلق لحيتك مراتك لابسه النقاب ولادك ما شاء الله بيحفظوا القران وانت من اهل الله سبحانه وتعالى عمرك ما تمد ايدك الحرام ماشي في طريق ربنا وحسيت ان في واحد اغنى منك يبقى انت بوظ على الغلطه. اصل الثاني ده هيموت وهيسيب كل ده. لكن انت ما شاء الله ايه؟ عملك بخيل. خدت بالك؟ يا جماعه اللي لسه ما مشيش في طريق الهدايه احزن. والله بقول لك بمنتهى الصراحه اهو. اللي لسه ما مشيش في طريق الهدايه وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى يزعل، يحزن، ويقعد مكتئب. ليه يا رب ما اخترتنيش؟ اقعد يا حبيبي، اقعد. اقعد يا حبيبي. اقعد عيط لربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعه بص يعني بص صل على النبي الواد الصغير العيال الصغير لما بيطلب من ربنا يقول له يا ماما انا عايز مصاصه. ماما تقول له ايه؟ امشي يا ابني ما فيش مصاصه. صح كده؟ يا ماما انا عايز مصاصه يقعد يعيط. حلو كده؟ لحد ما امه يقول له طب خلاص خد يا حبيبي المصاصه. انا عايز ابص رمضان ده شهر اقعد اعيط لربنا ليل نهار يا رب اشمعنى يا رب انت اخترت الناس اللي في جامع الاسلام دول وبيحبوا الدين وبيحبوا القران وسايبين الدنيا واللعب وبره والبلاي ستيشن وكل حاجه وقاعدين في الجامع قافلين على نفسهم زي المساجين وبياكلوا اكل زي العيالين وبعدين يا رب كده ايه انت تهديهم ولا لا؟ ليه يا رب؟ انا يا رب خد معاهم يا ابن خدام لي موضوع العظيم مره واحد واحنا في الحرب بيقول ايه؟ قول يا شيخ عبد الله اقسم لك بالله انا مستعد اشتغل لو خدام امسح بس سيء الكعبه من ايه؟ من عظم الاجر. خدت بالك؟ انت بص عايز اقول لك حاجه حتى لو انت مش عارف تقرب لربنا خليك في خدمه اهل الله سبحانه وتعالى. خليك في خدمه الصالحين. الكلب بتاع اهل الكهف يا جماعه الكلب بتاع اهل الكهف ربنا ذكره في القران. خدت بالك ليه؟ لانه صاحب الصالحين مش مع ناس بتوع ربنا مع اولياء الله الصالحين. خدت بالك؟
والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لك ايه؟ هؤلاء القوم اللي يشقى بهم جليسهم. خد بالك يعني لو واحد مثلا طلب دليفري شويه ناس معتكفين والراجل تاخد كده وصلوا بالسندوتشات ان شاء الله يبقى معاهم في الجنه باذن الله وفي الاخر بتاعهم. يلا يا شيخ مصطفى اطلب لنا فاذن يا جماعه اذن يا جماعه اسمع بقى اسمع بقى كلام السلف وموضوع ايه؟ السعاده والحياه الطيبه لان كلام السهل. صلى الله عليه وسلم يقول يحيى بن معاذ من سر بخدمه الله سرت الاشياء كلها بخدمته. يعني انت لو انت سعيد ومبسوط ان انت بتخدم في بيت ربنا واحد كده اتطوع على هدى عم محمد المقشه انا هكنس لك البوكيت ده وهدي عم علاء المساحه انا هخش انضف الحمامات دي. بص بص السنه بيقولوا ايه؟ من سر بخدمه الله لما تخدم ربنا وبيت ربنا وكل حاجه متعلقه بربنا ايه اللي يحصل؟ سرت الاشياء كلها بخدمته ومن قرت عينه بالله قرت عيونه كل احد بالنظر اليه. صلى الله عليه وسلم. هو الكلام كلام حلو وتقيل ولغه عربيه رصينه بس احنا عايزين ايه؟ نفهم. هو بيقول لك ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ومن قرت عينه بالله قرت عيونه كل احد بالنظر اليه. لما واحد يبقى دماغه كله في ربنا سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى ونفسه يبقى في خدمه ربنا على طول. تبص تلاقي ربنا خلى الناس اللي الناس اللي حواليه كلها عايز يخدموه. ليه؟ ها؟ طب صلى على النبي. انا كنت زمان في مجلس الشيخ الله يرحمه ورحمه واسعه الشيخ الشيخ ابن عثيمين. ابن عثيمين ده لما كان بيقوم من على الكرسي يا حاج ها؟ اولا ابن عثيمين ده طول البتاع دي كده. الشيخ صالح الله يرحمه. الشيخ صالح طول البتاع دي يا شباب. حلو كده؟ ما كانش اولا بيبان من الناس اللي حواليه. وكنت بقول له عايز يبوس ايد راس الشيخ يبوس ايد الشيخ وبعدين تيجي قوات الامن عارف القوات الخاصه؟ ها؟ تيجي قوات خاصه تروح جايه مطوقه حوالين الشيخ ابن عثيمين ده اكل اهو ها؟ تروح جايه مطوقه حواليه والعساكر قاعدين كده اهو ماسكين في بعض ويمشوا خطوه هو يمشوا خطوه كده اهو خطوه ليه؟ عشان يعني طلعوا من الناس الافات انت عارف الشيخ مجلس الشيخ ابن عثيمين ده بيحضروا ما يقرب من 52 دوله اسلاميه 52 دولة إسلامية كان في درس الشيخ ابن عثيمين في الفجر دوت كان درس النور الحرب ها يقعد كده الشيخ ناس من ليبيا وناس من مصر وناس من السودان وناس من اريتريا وناس من كوريا وناس من جميع سكان كوكب الارض 52 دولة إسلامية قاعدين قدام الشيخ وبعدين الشيخ ما بيحضرش الدرس الشيخ يعمل ازاي؟ السويس يقرا اي بقى السويس هيقرا ومتفقين مع بعض متفقين ولا حاجه السويس يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه فجأة يروح الشيخ ابن عثيمين قايم ويروح جاي قالع العباية بتاعته ويقعد يتكلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه ويمسك الأول يا حاج إعراب ياخدها الإعراب الأول يعلم الآيات وبعدين يتكلم في الأحكام الفقهية المتعلقة بيها وبعدين يتكلم في أقوال السلف فيها وبعدين يبدأ يطرح الخلاف وبعدين يرد أحلى أقوال مش من كلام شيخنا ابن عثيمين أنت واخد بالك هي دي العظمة هي دي السعادة هو ده الجمال أهو اسمع بقى أقول لك إيه وقال فضيل بن عياض علامات السعاده خمسه في حاجات في علامات السعاده ايه هي بقى؟ يقول اليقين في القلب ان انت عندك الصدق تبقى واثق في ربنا ما تخافش ابدا على الرزق والورع في الدين والزهد في الدنيا والحياء العينين والخشيه في البلد وقالت عنيزه البغداديه العلم يورث الخشيه والمعرفه تورث الهيبه وقال بعضهم من عرف الله ضاقت عليه الارض بسعتها وقال غيره من عرف الله اتسع عليه كل ضيق وقيل من ثمرات المعرفه بالله حصول الهيبه فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته وقيل من قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات والله فعلا الكلمه دي صح يعني في ناس جريت ورا الدنيا يا جماعه والله ما خدوا حاجه يا خبر ابيض والله العظيم خدوا ايه يعني بص اقعد كده اقرا صفحه الحوادث بس. صفحه الحوادث دي مليانه حكايات عن الناس اللي جروا ورا الدنيا وما خدوش حاجه ومنتهى العجب اهو يقول وقال ابن رجب ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل العبد معرفه خاصه بربه توجب له الانس والحياء منه وهذه معرفه خاصه غير معرفه المهم العامه. كلام طبعا كتير وكده بس عشان نقفل بقى السعاده احنا قلنا ثلاث حاجات اول ما تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ثلاث جوائز ربنا حدهم ايه هم يا جماعه اول حاجه ايه؟
لما تيجي تشوف طريق ربنا ان شاء الله تعالى اول حاجه هتشوفها ايه؟ البصيره. ثاني حاجه هتشوفها ايه؟ شرح الصدر. ثالث حاجه ايه؟